السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا تمام وفي افضل صحة وحال. بالنسبة لحلقة النهاردة عايزة اقول تنويه مهم جدا جدا جدا. احنا خلاص قربنا على منتصف رمضان، يعني كلها كام يوم وهوب فجأة هنلاقي نفسنا في العشرة الاواخر من رمضان، العشرة الاواخر طبعا اللي بيجي فيها ليلة القدر. اي حد ما كانش ماشي على اوراد ولا منظف طاقته ولا مدرب نفسه صعب جدا انه يكون مؤهل لليلة القدر، وطبعا دي حامل عنها حلقة بعد كده عشان العشرة الأواخر هيكون ليها أوراد جديدة. المهم ليلة القدر بتبقى عايزة هالة محترمة ونظيفة جدا، عشان كده يتحطت في الأواخر. كان المعروف أن رمضان شهر القرآن، وأن حتى الصحابة كانوا دايما بيقللوا من انشغالاتهم وأمور دنياهم ويتفرغوا للعبادة في رمضان تحديدا. بتيجي ليلة القدر عليهم ضمنين فيها استجابة الدعاء، ومش بيعدي حول كامل أي عام كامل على دعوتهم إلا وبتكون اتحققت الدعوة. فضروري جدا تحاولوا الالتزام، لأن أهو الشهر بيطير قدامكم طير، حاولوا تستغلوه. يعني اللي ما استغلوش في الأول يبتدي بقى يستغله من دلوقتي. وبعتذر أني ما نزلتش الورد بتاع الأسبوع الثالث لرمضان من كام يوم، ولكن الأوراد اللي أنا باخدها وبنقلها ليكم بتكون بناء على استخارة أو استشارة من ربنا سبحانه وتعالى، بتجيلي في حالة تأمل. يعني أنا مش باجي أحط لكم كام ورد كده وأمشي، وما كانش فيه بصراحة يعني رد خالص أو أي إشارة لغاية امبارح. أنا مش عاملة نفسي شيخة على فكرة والله، أو أن أنا مثلا بينزل عليا الوحي أو الحوارات دي، بس أنا ما بحبش أدي للناس حاجات مش متوافقة طاقيا مع الفترة اللي احنا فيها. يعني مثلا أوراد الكشف عن الخبايا مش من الأوراد اللي متوافقة طاقيا مع الأيام دي، تمام؟ المهم بقى ندخل في الموضوع. عندنا الورد الثابت طبعا بتاع كل يوم اللي هو الخمس أجزاء اليومية، يعني المفروض بدأنا سويا كده الختمة التالتة من القرآن الكريم، ومعانا ورد لفظ الجلالة مكمل معانا برضو الأسبوع ده، هيتقال 2699 مرة في اليوم أو 66 مرة بعد كل فرض صلاة. يا إما تختار 2699، يا إما لو العدد ده كبير عليك تختار 66 مرة بعد كل فرض صلاة، تعملش الاتنين. عشان في ناس يقولولي هل ينفع 2000 وهل ينفع 66 مع بعض؟ لا، يا ده يا ده، عشان ما يبقاش فيه مشقة على نفسك. عندنا برضو سورة القدر 41 مرة مكملة معانا. الجديد بقى الأوراد الشاملة اللي مفروض هتجيب لنا الهدف بتاعنا أو الرزق بتاعنا لغاية عندنا. في اسمين من اسماء الله الحسنى، انت اختار حاجة منهم، ما تختارهمش هما الاتنين. عندنا اسم الله الوهاب او الرزاق. لو انت اخترت الوهاب ممكن تقوله يا وهاب او تقول الوهاب اثناء الترديد، هتقوله 609 حسب مجموع اسمائه مش حروفه، لان حسب مجموع حروفه عدده شوية جدا. مجموع اسمائه حاجة ومجموع حروفه حاجة تانية. ولو انت اخترت اسم الله الرزاق ممكن تقول يا رزاق او الرزاق برضو وعدده 308 مرة. براحتك بقى لو انت عايز تختار الاتنين، بس انا قلت لك اختار حاجة منهم عشان ما يبقاش الموضوع كتير على قلبك. طيب الاوراد دي المفروض تكون بنية ان ربنا يوهبك او يرزقك استجابة دعائك او هدفك، فانت بتدعوه باسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اي هدف في بالك بقى اطلبه، اي هدف انت تنويه. احنا الفترة اللي فاتت عملنا التنظيف اللي قبل رمضان، وده كان في شهر شعبان. بعد كده نظفنا الهالة كويس بسبب التنظيف ده عشان نعرف بقى نستوعب الجديد في رمضان. بعدين في اول اسبوع من رمضان فتحنا الباب اللي هو اوراد فتح المغاليق. بعدها الاسبوع التاني دخلنا في ورد بقى تلقي القوة من لفظ الجلالة. المفروض كل ده خلى الهالة بتاعتنا في افضل وضع ممكن، مع الصيام طبعا والقرآن هيخلينا بقى ندخل في مرحلة جذب الهدف واستجابة الدعاء. نيجي بقى لإجابات الأسئلة المتفرقة اللي بتيجي. سؤال، هل ينفع نجزأ الأوراد على مدار اليوم وحسب وقتنا الفاضي، ولا لازم أوقات محددة، وهل لازم كله سوا ولا لأ؟ طبعا جزأوها واعملوا في الوقت اللي يناسبكم، ده مش إجباري يعني. طيب نية طلبك للهدف تكون قبل الورد مش بعد الورد. يعني لما بتقول مثلا أنا نويت أن أصلي الصلاة، هل بتصلي بعد ما بتنوي ولا بتقول النية دي بعد ما بتكون خلصت صلاة؟ يبقى نية جذب الهدف أو الأمنية اللي في بالك بتكون قبل الورد، ولو حصل وإنت نسيت تنوي فربنا عارف خلاص، يعني ما تخفي الصدور، وده طبعا الأصح.
لكن مش معنى انك قلت نيتك بعد الانتهاء من الورد ان كده دعائك غلط، بس انا دايما بحب اقول لكم الطريقة المثالية من كل شيء عشان الامانة العلمية. نيجي لتاني سؤال، وهي اضافة ياء النداء او عدمها في اسماء الله الحسنى. يا سيدي دي حاجة ترجع لك، عشان بس السؤال ده بيجيلي كتير. شوف لسانك واخد على ايه ومرتاح في ايه عشان ما تتلخبطش وانت بتتكلم. يعني الورد مش هيبطل لو انت قلت يا وهاب، ومش هيبطل لو انت قلت الرزاق. انت قول اللي يعجبك. طيب في ناس بتسأل هل ممكن نقول الوهاب والرزاق مع بعض لو احنا عندنا وقت؟ اه عادي طبعا. في ناس هتقول طب ينفع احنا نعمل اوراد الاسبوع الاول والتاني مع الاسبوع التالت لو احنا عندنا وقت؟ عادي اوكي، بالعكس انت كده بريمو يعني، ومية مية، انت يعني معشق نفسك بالاذكار. في ناس هتسأل لازم نقول بصوت مسموع ولا لا؟ اه طبعا بصوت مسموع، لان الوشوشة ملهاش معنى، والكلام ده ساير على كل الاوراد، مفيش ورد بصوت مسموع وصوت لا. طيب كل الاوراد دي عادي تكون بدون خلوة، لكن طبعا الافضل في خلوة. انا عن نفسي ما بعرفش اركز لو بقول ذكر وجنبي مثلا تلفزيون شغال وناس رايحة جاية قدامي، وما بعرفش اركز، بحس كده ان الدنيا متلخبطة، ما بحسش ان في جو روحاني. بس انتوا احرار، كل واحد حسب ظروفه. في ناس هتقول احنا ملحقناش نبدأ معاكي من اول رمضان، هل ينفع نبدأ دلوقتي؟ اه انا شايفة طبعا ان انتوا تبتدوا دلوقتي، بس يعني انا لما مشيت بالبرنامج التدريبي كان عندي هدف التدرج في تقوية الهالة واحدة واحدة. يعني مش معقول هالتك لو انت بدأت دلوقتي زي هالة الشخص اللي بدأ معايا التنظيفات اللي في شعبان وبدأ من اول رمضان كل اسبوع، منطقيا لا طبعا، بس ان انت تبتدي احسن من ان انت ما تبتديش خالص. سؤال تاني متكرر بيقول ينفع اقول الاوراد بعدد مفتوح؟ اه ينفع، بس يكون الورد اكتر من 100 عدة. يعني في حد سألني فيها ايه لو انا قلت الورد 7 مرات بس؟ طيب يا عمي انت لو رحت الجيم مثلا هل ينفع تعمل التمرينة 7 مرات وتروح البيت؟ مفيش حاجة كده في الدنيا بتتعمل مرتين ثلاثة يا جدعان. والاوراد اسهل حاجة في الدنيا، دي مجرد ترديد. في اول التكرار انت بتكون مشتت التركيز، مخك مليان افكار. بعد ما بتوصل لخمسين عدة او 100 عدة بيبتدي مخك يفوق شوية، بعد 100 عدة بتبتدي تركز، بعد 200 بيبتدي مخك يدخل في حالة السكينة والجسم يبتدي في الارتخاء، وبعدها الدخول بقى في حالة التركيز الاقصى والالفة، موجات الفة. فانت ازاي هتدخل المراحل دي لما تقول الورد 5 او 7 مرات بس بالمنطق يعني؟ المهم بقى السؤال الاخير، في حد بيقول لي احنا مش مكلفين نجري في رمضان بالاوراد ولازم نتدبر القرآن، وانت كده بتخلينا نقرا بدون تركيز وبدون فهم. بصوا يا حبايبي، انا قناتي من زمان بادئه من الاول روحانيات وعلوم طاقه، ودايما كلامي بيكون موجه للاغلبيه اللي هم فاهمين القرآن اوريدي ومش محتاجين يفهموه من اول وجديد، بقهم ولسانهم واخد على القراءه. فلو حضرتك جديد او انت لسه مش فاهم معاني القرآن، فانت بتطبق معانا الكلام ده ليه؟ هل ينفع طالب في ابتدائي يدخل فصل ثانوي ويقول ايه الصعوبة اللي انتوا فيها دي، انتوا بتدرسوا غلط؟ ما ينفعش. والناس اللي عندها مشاغل يقولوا لي على فكرة احنا مشاغلنا كتير مش فاضيين بقى لأورادك دي يا ماما، هو انا كنت ضربتكم على ايدكم؟ برضو الأوراد والناس اللي هي واخدة على القرآن ولسانها دائم الذكر، يعني هي دي اللي انا بوجه لها الكلام. طب ما انا واحدة مشغولة جدا برضو زيكم، ومش بشتغل يوتيوب بس على فكرة، انا بشتغل اكتر من حاجة تانية وليا مشاغل في البيت كمان، والحمد لله منظمة وقتي وبعمل كل اللي بقول لكم عليه ده على فكرة، انا ماشية معاكم. زمان كان الجزء ممكن ياخد مني يوم كامل في القرآن، ما كانش لساني لسه واخد على القراية، ما كنتش فاهمة معاني القرآن كويس، كل شوية اقف في كلمة واسأل في معناها او ادور في معناها في جوجل، وفي كلمات انطقها غلط واصلحها. لكن خلاص المرحلة دي عدت انتهت، الجزء دلوقتي بالكتير بياخد مني ربع ساعة، بالميت الخمس أجزاء بياخدوا معايا ساعة وربع في اليوم. فاللي مبتدئ ومش واخد على البرنامج اللي أنا بقوله ده يقدر يتفضل عادي خارج الفيديو وما يزعلش نفسه قوي كده، ما يعني محسسين أن أنا بجري وراكم وبقول لكم اقروا بالعافية. دي حاجة ترجع لكم يا جماعة، أنا علي البلاغ وانتوا عليكم يعني تلقي الموضوع بالموافقة أو بالرفض، تمام؟ لو الحلقة عجبتكم تنسوش اللايك حلوين، وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحبيت تتشرفوني بأرواحكم الجميلة، ما تنسوش زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.